تمدد التيار السلفي في السودان مسألة مفهومة في تاريخ الشعوب، ما حاجة شاذة ولا خارقة، ولما نفهمها على طبيعتها بنقدر نهزمها، لكن لو ضخمنا في حجمها وقوتها ولا أخفينا معالمها الحقيقية ما بنقدر نهزمها، هي اللي بتهزمنا. في البلد دي في السودان ما في انتشار ولا في جذور للفكر السلفي، هي قشرة لكنها قشرة براقة. أنا مرة سميت عبارة كده بسميها الإسلام في أفريقيا والإسلام الأفريقي، بالمعنى بقصد شنو؟ بقصد أنه إسلام الشرق الأوسط اللي هو إسلام الوهابية والسلفية في السعودية والأخوان المسلمين من مصر انتشروا في المنطقة كلها، ده الإسلام اللي جاء دخيل على الإسلام الأفريقي عميق الجذور في الثقافات الصوفية عندنا في أفريقيا وفي غير أفريقيا حتى. فإذا المسألة هي ممكن تفهم، يعني ماها معضلة، لكن فهمها من غير ما نبني على استراتيجيات ما عنده قيمة. يعني أنا ممكن أحلل ليه باكر، لكن لو ما كان تحليلي ده قام على أساس سلوك وعلى أساس تفكير في أنه أتخلص من الظاهرة دي كيف، ما في قيمة تتحقق. نتكلم عن السودان لكن زيه ممكن نتكلم عن باقي المجتمعات الإسلامية العربية الأخرى ولا غير العربية في أفريقيا مثلا. بالمناسبة العرب أقلية بسيطة جدا من المسلمين العالم، عشان كده ما نساوي بين العرب والإسلام ولا نصور بأنه العروبة والإسلام هم حاجة واحدة. فبقول إنه الشعوب اللي كانت مستعمرة جسديا، الاستعمار احتلها، يعني زي ما تركيا احتلت السودان ده مع مصر في القرن التاسع عشر، وأنه في القرن العشرين بريطانيا مع مصر أيضا احتلت السودان، وسأل ليلة في تسلط على مصادرنا وعلى حريتنا وعلى استقلالنا من غير احتلال عسكري. يعني الاستعمار مش بالضرورة الاحتلال العسكري، وإنما سلب إرادة الشعب حتى في ظل ما يسمى بالدولة المستقلة. إذا كان الشعب إرادته مسلوبة هو مستعمر، رغم إنه ما مستقل ما محتل عسكريا يعني. فأنا بفتكر بأنه طبيعي أنه لما تنتهي فترة استعمارية الناس بيحاولوا أن يرجعوا لأصولهم ويشوفوا طيب نحن جايين من وين وثقافتنا وحضارتنا كانت كيف قبل العهد الاستعماري. الهزيمة جاءت عندنا في المنطقة الإسلامية دي بأننا سلمنا بفهم السلفي للدين الإسلامي بأنه هو مرجعيتنا التاريخية، بدل ما عندنا في المنطقة دي بالذات في أواسط أفريقيا وشرق أفريقيا وشمال أفريقيا الفهم الصوفي والممارسة الصوفية للإسلام هي الأساس. يعني في العشرينات والثلاثينات والأربعينات لما جاء الكلام عن إنه هويتنا الإسلامية هي شنو، سلمنا بأنه الفهم السلفي للهوية الإسلامية هو الفهم الصحيح، في الحقيقة هو ده الفهم الغلط. عشان كده أنا بقول إنه المرجعية السلفية سواء كانت أخوان مسلمية ولا وهابية ولا أنصار سنة هي الفهم الخاطئ للإسلام والفهم الغير غير حقيقي فيما يتعلق بالبلد ده وبمواطنينه وبتاريخه. أنا بشوف السلفية كرد فعل للاستعمار، لكن الغلط وين؟ في أننا باقينا كانوا سلبيين، وفي الحقيقة باقينا مشوا في اتجاهات غير مجدية. يعني تناهض السلفية بالناصرية ولا تناهض الصائفية بالشيوعية ولا تناهض الطائفية السلفية بأي من الثقافات الزيدية ومن المذهبيات الزيدية، هزمت قضيتك لأنك أنت تخليت عن الميدان، خليت السلفيين يتحكموا فيه لأنك ما بتعرف تاريخك أنت ذاته.
يعني انا افتكر بكل احترام انه كثير من القطاعات الشابه والمتعلمه في البلد دي ما بعرفوا عمق الثقافه المتصوفه الصوفيه في البلد دي. لكن لو فكروا شويه حيلقوا انه هم ذاتهم نشوا في الثقافه دي ذاتها، وهم ذاتهم يتعلموا يعني لما الخلاوي، الخلاوي ما هو وهابيه بالتمويل السعوديه. الخلاوي اللي علمت القران ورفعت قيم الاستضافه للغريب ورفعت قيم التضامن بين الناس، ثقافات محليه شعبيه بحته. يعني ما جهزنا بديل للسلفيه، عشان كده السلفيه هيمنت علينا. الليله بس كل واحد يبدا من رقبته في نفسه. يعني انا شخصيا نفسيا برتاح في الجو الصوفي، برتاح في جو الذكر وفي جو الشعور بالشعبية الأفريقية دي. تعرف النوبة والطار ديل دي ما لأن دي موسيقانا، الإيقاع الأفريقي ده اللي بحركنا وده اللي بيحرك قلوبنا. عشان كده أنا لما أمشي أحضر ذكر بنفعل به، وبالصورة اللي لما أمشي بترك أثر في نفسي في وجداني. لكن لما أمشي أقعد في جامع مكيف وفيه خطيب بيتكلم بالكذب ويتكلم بالغش وبالخداع، واقوم انا منفعل بيه ده واصدقه وما احاسبه، ليه الكلام ده بيجي من وين؟ يعني مثلا ليه الصور اللي احنا كل مره بنسمعها في المساجد زي الهجوم على القيادات المستنيره في شبابنا، ولا زي محاوله الحكومه الفوريه لمساله اصلاح التعليم واصلاح المناهج؟ لأن المناهج استغلت لتضليل الشعب ولخلق يعني اسطوره كده حول انه القيم الرفيعه الديمقراطيه والاشتراكيه والمساواه الاجتماعيه دي، الاشتراكيه مش بمعناها الماركسي وانما بمعناها الاجتماعي. يعني الصور بتاعه النفير والصور بتاعه التعاون يعني على ارض الواقع اللي بيعيشوه الناس. كل زول فينا لما يحس بحاجه بيلجا لجاره، وجاره بيجي يلجا ليه برضه. دي ببساطه دي القيم اللي احنا نشأنا عليها وبنحتاج ليها. فانا بفتكر بانه بكل امانه انا الوم اليسار السوداني والوم كثير من المتعلمين انهم هجروا الميدان للسلفيه انها تهيمن. انت ما تقول لي القوميه العربيه ولا تقول لي الماركسيه ولا تقول لي، انت كلمني بلغه انا كسوداني بفهمها وبتحركني. انا قايل لو نحن كلمنا شعبنا بلغه يفهموها وتحركهم، لا سلفيه ولا غيره عنده هيمن عليهم. لكن انا انتظر انه كده زي وفي الحقيقه دي ده الاستعمار الحقيقي، انك انت تهجر قيمتك التاريخيه، قيمك التاريخيه وثقافتك التاريخيه من اجل ثقافات دخيله عليك ما عندها مقدره على تغيير الواقع في ارضك وفي بين الناس بين اهلك.